يترقب أن يجتمع النجم المغربي سعد لمجرد والممثلة الهندية جينيفر وينجت الشهيرة في العالم العربي بدور مايا في مسلسل هوس مايا، والذي عرض على شاشة MBC bollywood في عمل جديد. انتشر مؤخرا هذا الفيديو لجينيفر وينجت وهي في حضن المغني المغربي سعد لمجرد، مما جعل العديد يتكهن بوجود فيديو كليب لأغنيته الجديدة، حيث سوف تلعب الممثلة الهندية دور حبيبة سعد لمجرد في كليب لأغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها مطلع العام الجاري. واستغل الفنان المغربي سعد لمجرد تواجده بالهند للقاء أصدقائه من فناني الهنديين، أولهم النجم الهندي سلمان خان والفنان أكشاي كومار، خلال زيارته لمنزلهما. ونشر النجم المغربي سعد لمجرد صورة تجمعه بالممثل أكشاي كومار عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، أرفقها بتدوينة يعرب من خلالها عن سعادته بلقاء كومار، وكتب لمجرد: شكرا جزيلا لك على كرم ضيافتك، وسأكون أكثر من سعيد أن أرحب بك أيضا في بلدك الثاني المغرب. ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد الخبر من مصدر موثوق، وفي حالة كان الخبر حقيقي سوف نوافيكم بكل التفاصيل. نتمنى أن يكون الخبر حقيقي وليس مجرد إشاعة. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.